منذ عودته الاخيره الى عدن يتنقل رئيس الوزراء بين المحافظات المحرره من لحج الى ابين الى حضرموت الى المهره، تحركات يرى البعض بانها تاتي في اطار اثبات التواجد وتطمين الناس في هذه المحافظات، وفي مؤتمراته الصحفيه يسوق بن دغر التطمينات والوعود لابناء تلك المحافظات وان كان البعض يرى بانها من غير جدوى حقيقيه وواقعيه على الارض، الا ان اخرين يرون بان مجرد التنقل بين المحافظات المحرره فعلا ايجابيا بحد ذاته كونه يعيد الي اذهان الناس فكره الدوله في ظل فتره الفراغ التي تعيشها اليمن منذ اندلاع حرب الميليشيا قبل ثلاثه اعوام ليس معيار الجدوى من عدمه من يحكم تحركات بندغر بل ان سياق الاحداث والواقع البلغوم بالازمات والانقسامات في نطاق تحركات رئيس الوزراء له أحجيته الخاصة خصوصا أن الفترة الأخيرة أظهرت تباينا كبيرا بين رؤية وتحركات الشرعية اليمنية إجمالا وأطراف في التحالف العربي يرى البعض بأنها تتحرك ضمن أجندة خاصة بعيدة عن أهداف التحالف المعلنة ودورها المفترض في ايجاد بيئه حاضنه وامنه لعوده الشرعيه وممارسه مهامها، وعليه صار السؤال الان هل ياتي تحرك بندغر ضمن التنسيق مع تلك الاطراف ام انه ياتي بعيدا عنها وفي اطار احتواء ما تم زرعه في هذه المناطق من عوائق امام ممارسات الشرعيه لادوارها المنوطه؟ وايا يكن من الخيارات السابقه هو فعلا فالواضح ان المحافظات المحرره صارت مرهونه لدورين متناقضين احدهما لا يخلو تقدم اليمن أرضا وإنسانا